السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة التي سوف نخصصها للحديث على بعض الأمور التي تهم الغزو الروسي على أوكرانيا. كما تعلمون بداية هذا الأسبوع سوف يكون شهر بعد غزو روسيا لأوكرانيا. بعض المحللين الاستراتيجيين يعتقدون أن غزو روسيا ويعني سيطرة القوات الروسية على أوكرانيا هي مجرد وقت. نفس المحللين يعتقدون كذلك أنه في حالة انسحاب روسيا من هذه الحرب فإن أوروبا لن تعود كما كانت عليه. لذلك هناك صحيفة بريطانية الفاينانشال تايمز قالت في مقال لها أو كتبت في مقال لها ما هي السيناريوهات المحتملة في حال انتهاء الحرب في يعني أوكرانيا. هناك 5 سيناريوهات سوف نركز عليها في هذه الحلقة، وفي الأخير لكم التعليق ما هو السيناريو المحتمل حسب تحليلكم يعني المتواضع. فمن بين أول السيناريوهات هو أن روسيا سوف تفوز في الحرب أو تربح الحرب. في حال ربحت روسيا الحرب على أوكرانيا سوف يتم تعويض الرئيس الأوكراني برئيس موالي لروسيا، وهناك من يتوقع إما إلقاء القبض على الرئيس الأوكراني الحالي أو أنه ربما يؤدي هذا الغزو إلى مقتل الرئيس الأوكراني. فهذه مثلا أول السيناريوهات. في هذه الحالة يقال أنها سوف تشهد أوكرانيا بعض التمرد كما وقع في بعض الدول الشرقي الأوسط أو في آسيا. هذا الوقت أو هذا الوضع سوف يأخذ من روسيا بعض الوقت لإرغام كامل أوكرانيا، لأنه كما تعلمون روسيا هي متقلة بالعديد من الديون والعقوبات. لكن الاحتمال الأول كما قلت هو أن روسيا سوف تربح الحرب، وحين تربح الحرب سوف تقوم بتغيير رئيس أوكرانيا برئيس موالي لروسيا. هذا هو السيناريو الأول. السيناريو الثاني وهو أن يكون هناك انتصار جزئي لروسيا. مثلا سوف نلاحظ تراجع القوات الأوكرانية إلى الغرب، ربما سوف يكون هناك إفلاس للحكومة الأوكرانية. لذلك تلاحظ الآن أن روسيا تركز بشكل كبير على الشمال وعلى الشرق وعلى الجنوب، وخصوصا على مدينة أوديسا التي تعتبر ربما ثالث مرفأ أو أول مرفأ في أوكرانيا. كذلك ربما يقال أنه سوف نلاحظ بناء جدار يقسم أوكرانيا كالجدار الذي كان يقسم ألمانيا إلى ألمانيا شرقية وألمانيا غربية إبان الحرب الباردة. بمعنى أنه في حالة وقوع هذا الأمر سوف نلاحظ أن الأوكرانيين سوف يتجهون من شرق أوكرانيا إلى غرب أوكرانيا، تاركين وراءهم ممتلكاتهم أراضيهم التي ربما تم حرقها من طرف الجيش الروسي أو تم السيطرة عليها من طرف الجيش الروسي. فهذه سيناريو آخر وهو انتصار جزئي، بمعنى أنه نصف أوكرانيا سوف يتم تجزئها. بالنسبة للسيناريو الثالث الذي يقال أنه احتمال أن يقع وهو مفاوضات تسوية بين روسيا وبين أوكرانيا. في حال لجأت أوكرانيا إلى المفاوضات بمعنى أنها سوف تطالب من القوات الغربية وخصوصا دول الاتحاد الأوروبي، دول الناتو ومن الولايات المتحدة الأمريكية برفع العقوبات المفروضة على روسيا. هذا في حالة جلوس أوكرانيا إلى طاولة المفاوضات مع روسيا، فهناك احتمال أن يطلب أو يطلب الرئيس الأوكراني من القوات الغربية رفع العقوبات المفروضة على روسيا. كذلك تذكروا أنه الهدف من هذه الحرب وهو رقم واحد حسب تصريحات فلاديمير بوتين، نحن لا نعلم ما هي الحقائق المخفية التي أدت إلى الغزو الروسي على أوكرانيا، لكن هناك سبب أعلن عليه فلاديمير بوتين وهو أن أوكرانيا تريد الالتحاق بحلف الناتو أو حلف الشمال الأطلسي. ولكي تلتحق أوكرانيا بحلف الشمال الأطلسي هناك شروط للالتحاق، من بينها إثبات أن أوكرانيا قادرة على تقديم الدعم العسكري. إذا كانت أوكرانيا تريد الالتحاق بحلف الناتو أو حلف الشمال الأطلسي فيجب من بين الشروط أنها تكون لديها جيش قادر
أو قادرة على يعني إعطاء دعم عسكري حينما يطلب منها. لكن في حالة خسرت أوكرانيا فإنها لن يكون لها جيش قادر على تقديم أي دعم عسكري لحلف الناتو. إذن في هذه الحالة سوف يكون من الصعب على أوكرانيا أن تلتحق بحلف الناتو، وهذا ما قاله فلاديمير بوتين. ففلاديمير بوتين منذ الأيام الأولى قال بأنه لا يريد أوكرانيا أن تلتحق بحلف الناتو. ففي حالة الهزيمة وفي حالة سيطرة الروس على أوكرانيا فهناك احتمال كبير أن أوكرانيا لن تلتحق بحلف الناتو. فهذا هو يعني السيناريو الثالث. بالنسبة للسيناريو الرابع وهو هزيمة الجيش الروسي، ففي حال استمر الحلفاء وعلى رأسهم دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بإرسال العتاد والأموال لدعم يعني الجيش الأوكراني، فهناك احتمال مثلا أن تقع هزيمة للجيش الروسي وهزيمة بوتين. بمعنى أنه في هذه الحالة حسب صحيفة الفاينانشال تايمز فإنه هناك احتمال كبير أن يتم تنحية فلاديمير بوتين من طرف يعني الكريملين. وهناك احتمال آخر أنه في حال تراجع الجيش الروسي من الغزو إلى أوكرانيا لأسباب مثلا استراتيجية فهناك احتمال أن يتم قيام بانقلاب في روسيا ويتم تعيين يعني حكومة عسكرية عوض حكومة الكريملين الحالية. لكن هذا الاحتمال كما قلت من بين الاحتمال تحدث عليها فاينانشال تايمز، لكن احتمال قوي لأنه لحد الآن يعني روسيا ما زالت تغزو والآن اقتربنا من شهر من الغزو. لا نعلم هل كان من الصعب على روسيا غزو أوكرانيا في مثلا 3 أيام أو أسبوع، أم هو تكتيك روسي لإطالة الحرب في يعني أوكرانيا. لكن مرة أخرى يقال أنه في حالة يعني هزيمة الجيش الروسي في أوكرانيا فهناك احتمال أن يكون مثلا هناك مظاهرات في روسيا. هذه المظاهرات التي غالبا لن تظهر للإعلام العالمي لأنه كما تعلمون في روسيا الإعلام هو تحت سيطرة يعني المخابرات الروسية وتحت سيطرة يعني السلطة الروسية. فهذا مرة أخرى احتمال آخر وهو هزيمة الجيش الروسي. الاحتمال الأخير الذي يبقى وهو دخول روسيا في حرب مع الناتو. فإذا استمرت روسيا بالتوغل إلى حدود دول الناتو هذا معناه أن روسيا سوف تدخل في حرب مع الناتو، بمعنى أن أمريكا سوف تدخل على الخط، أن الاتحاد الأوروبي سوف يدخل على الخط، وأن دول الناتو سوف تدخل على الحرب على الخط، بمعنى أن هناك احتمال كبير أن نشهد حربا نووية. وهذا احتمال يعني ضعيف يقال حاليا لأنه الكل متخوف من الحرب النووية. لكن سوف أوضح لكم أنه من خلال بعض التصريحات التي ظهرت مؤخرا لوسائل الإعلام الروسية وهو أن فلاديمير بوتين مؤخرا بدأ بتهديد بعض الدول التي تريد كذلك الالتحاق بالناتو وهي جمهورية البوسنة والهرسك. كما تعلمون جمهورية البوسنة والهرسك كانت ضمن دولة يطلق عليها سابقا دولة يوغوسلافيا. هذه الدولة التي تم تفتيتها في بداية تسعينيات القرن الماضي لتعطي من بعد ذلك كرواتيا، صربيا، مونتينيغرو، الجبل الأخضر وغيرها من الدول. فالآن هناك تهديد من المسؤولين الروسيين أنه في حالة حاولت جمهورية البوسنة والهرسك الالتحاق بحلف الشمال الأطلسي فهناك احتمال أن يتم غزوها من يعني القوات الروسية. كذلك يقال أنه الآن في جمهورية البوسنة هناك العديد من النزاعات التي بدأت يتم تأجيجها، ويقال أن من وراء التأجيج هو يعني المسؤولون الروسيون. كما تعلمون بوسنة ليست فقط دولة إسلامية، نعم هناك نسبة 50% من يعني المسلمون في البوسنة، فيهم مسلمون بوسنيون وفيهم كروات يعني مسلمون، لكن هناك صرب يعني مسيحيون، وهناك يعني كروات آخرون يريدون الانفصال على يعني البوسنة لأنها جمهورية البوسنة والهرسك.
أوكي؟ جمهورية البوسنة والهرسك ليست جمهورية كاملة مسلمة، فهناك 50% مسلمون وهناك 50% مسيحيين، بمعنى أنه احتمال أن نشهد لاحقا لا قدر الله يعني حرب مسيحية ضد المسلمين مرة أخرى في جمهورية البوسنة والهرسك. فهذه من بين الأمور التي تم الحديث عليها مؤخرا. تذكروا أن في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا كانت هناك مطالبة أو إعلان من مملكة فنلندا مملكة السويد أنهم يخططا للانضمام إلى حلف الناتو، الشيء الذي دفع بالقوات الروسية أو يعني السلطات الروسية إلى تهديد هذه الدول في حالة أرادت الانضمام إلى يعني حلف الشمال الأطلسي. فالسويد أو فنلندا على الورق لأقوى من مثلا البوسنة، فاحتمال مثلا أنه يوجه أنظاره إلى البوسنة عوض توجيه أنظاره إلى السويد ومملكة مملكة فنلندا. في الأخير هذه هي السيناريوهات التي تم الحديث عليها في مقال فاينانشال تايمز. لكم التعليق على ما هو السيناريو الذي تعتقدون أنه ربما يقع في حالة انتهاء الحرب أو انتهاء الغزو الروسي على أوكرانيا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.